سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بعد ما قلت لكم لي بوبس كيك ولي كاب كيك تاع يونيكورن، حندير معكم اليوم على بركه الله لاير كيك يونيكورن. مازلنا في الديكور تاع يونيكورن، بهاد لاير كيك يكمل الديكور تاع الانيفرسير يونيكورن. الوغ واش نحتاجوا البنات؟ خدمت لاجينواز الاسفنجيه، تصيبوها في صندوق الوصف، الوصفه تاع جينواش اسفنجيه تصيبوها في صندوق الوصف. الوغ يونيكورن هي عباره عن حصان فيه الوان. الوغ لا باتيسري ديكور ولا جينواز عفوا لازم تكون بلي كولور. انا قسمت لي كولور، درت جون بذوق الموز، ودرت اورانج بذوق المشماش. فوالا الجينواز، شوفوا البنات اسفنجية، درت الاورانج ودرت الجون. نحتاجو بيان سور شربات كالعادة، كاس سكر، زوج كيسان ما بعد الغليان 10 دقايق، لا شونتيي، لا كريم شونتيي خدمتها. نحتاجو ختارة الفراولة باش لداخل نديروها فارسي لداخل. نبداو على بركة الله. حاجة الاولى البنات، لازم يكون عندكم هاد لاسيات الدور، ماشي ضروري يعني بصح تساعدكم. هذه هي لا بياس، هذه هي تاع لاير كيك. نحتاج البنات هاد السرسو اللي خدمت به لا جينواز تاع لاير كيك. نحطه في الوسط البنات، نحطه في الوسط حاجه الاولى. فوالا نديرو شويه لا كريم داخل. شوفوا لا كريم كاش درتها شويه برك كيما راكو تشوفوا. هكذايا نحط لا جينواز الاولى. بسم الله حطيت الطبقه الاولى البنات هكذايا. شوفوا نشربها شويه. لاير كيك ما تشربش بزاف، خاطش كي تنحي هذا السيرسو مع الديكور تاعها تخاف تميلكم، ماشي كيما لي باتيسري الاخرى. نشربها ابان فوالا. ندير لا كريم شانتيي، طبقه من كريمة شانتيي فوالا. نمشيها هكذايا كيما راكو تشوفوا. نديرو شوية ختارة الفراولة. نحاولو نمشوها لداخل في الوسط. ختارة الفراولة هي لي فخاز، نطيبوهم ان شاء الله نخدمها معاكم، ندير لكم فيديو سبيسيال. درنا اللون الاصفر، دوكا نديرو اللون البنفسجي، عفوا البرتقالي. نحطوها هكذايا ونضغطو مليح. تاني كنشربوها البنات نفس الطريقه كما راكو تشوفو. نديرو لها شانتيي، عفوا نمشوا الكريمة تاعنا. لاير كيك تاعنا نفس الطريقة، نديرو لها ختارة الفراولة فوالا. نحاول نمشيها هكذا البنات. درنا اللون الاصفر ومن بعد هذيك البرتقالي، دوكا نزيدو اللون الاصفر
الضغط ملح نفس الطريقة. ندير الكريمة نفس الطريقة، راني خطوة بخطوة معاكم البنات. فوالا دوكا نضيف الطبقة الأخيرة الوجه الأخراني. شوفوا لاير كيك تاعنا طلعت بالطبقات البرتقالي والأصفر. نضغط مليح شربها البنات تانيك ونغلفها بالكريمة. بعد ما كملت الطبقات دوك ندير الطبقة الأخيرة تاع الشانتيي. فوالا نضيف ندير طبقة شوية خشينة شوفوا لاسيات لي الدور هادية تعاون بزاف. فوالا السباتول هادي تعاوننا بزاف. هاني مونطيت طبقة لاير كيك وغلفتها دوكا هكذا البنات نخلوها في فريجيدار ليلة كاملة في السرسو تاعها هكذا يا ليلة كاملة. أنا نقولكم نخلوها ليلة كاملة. غدا من داك غدوة صباح نتلاقاو في الديكور لاير كيك يونيكورن. أي جبت لاير كيك تاعنا البنات أنا مع الصبيحة خليتها ليلة كاملة هكذا يا في فريجيدار. دوكا باش نديموليو هاد السيرسو يا ديرو السربيته هكذا دخلوها في تشمخوها في ماء دافي ودوروا عليها تنحى فاسيلمون او بيا حاجه طريقه سهله بالسيشوار بالعقل البنات سيو نجدو بالعقل. فوالا شوفوا راني نديمولي بالعقل البنات فوالا شوفوا تنحات فاسيلمون بسم الله. شوفوا باش نحى السيرسو هاهي لاير كيك تاعنا نغلف الجوانب كامل. الكريم شانتيي تاعنا راهي جامده. انا غلفت لاير كيك تاعي في الجوانب دوكا نحاول نكسيها. درت معكم ليساج شحال من خطره سي بوغ سا ما حبيتش نطول معكم في الفيديو. بهاد الأداة الكوبات هادية نحاول ليسي ملاح فوالا
فوالا انا اللي سيت لاير كيك ديالنا البنات. كتكون سخانه لا كريم تجي صعوبه باش تلسيها. دوكا نحاول نثبت القرون القرن وأذنين يونيكورن. الحاجه الاولى شوفوا انا خدمت العينين البنات، بسم الله خدمت العين بطريقه جد سهله كما راكم تشوفوا. سمحوا لي نسيت ما درت لكمش فيديو تلك الاحرف. كان حاول نثبت القرن تاع يونيكورن، نحبط هاد لاتيج فوالا. شوفوا نحاولوا نديروها في الوسط فوالا بكل سهوله نثبتها هكذا. شوفوا البنات دوكا نحاول نثبت الاذنين. فوالا شوفوا البنات هي بدات تبان يونيكورن. تبتوها مليح ولا خفتو ما تعرفوش تبتو تاني ديروا لها كور دون ولا باش تدخل في لاير كيك. كاين طريقتين البنات، كاين اللي نخدمهم نغلفهم بعجينه السكر. هاد الزبونه هادية قالت لي ما ديريش عجينه السكر فوق لا باتيسري جوست لا كريم. فوالا دوكا نحاول نثبت العينين. شوفوا البنات حنثبت العينين، تقدروا ديروها اللون اللون الاسود. فوالا نسيت بتها بالعقل باش لا كريم ما تفسدناش. باسكو كيكون تكون لا كريم شانتيي وعجينة السكر. فوالا شوفوا البنات بدات تبان يونيكورن. انا كملنا الديكور بعجينه السكر اللي خدمناهم. شوفوا التيلوز دور التيلوز الديكور بلا كريم وشعرها بلي كولور اكسيتيرا. بور لا ديكوراسيون اني لونت كريمه شانتيي، نسحق اللون الاصفر نسحق اللون الازرق واللون الوردي. ان شاء الله قلت لكم وعدكم مازالني عندي وعدين نوري لكم كيفاش نطلعوا لا شانتيي باش تجيكم شابه احترافيه، ونوري لكم كيفاش نلونوا باذن الله. نحتاجوا لي بوز جيتاب، نحتاجوا هاد لي دو. شوفوا البنات ياسمينه اكسيتيرا. نعمر لي بوش ونولي لي. انا عمرت لي بوش نبداو على بركه الله. شوفوا اللون الوردي واللون الاصفر واللون الازرق. الحاجه الاولى البنات ندير الشوشه تاعها فوالا. شوفوا راني ندير نحكم لا فون برك. نزيد اللون الاصفر فوالا، اللون الازرق عشوائي البنات. بدات تبان لا فورم. شوفوا البنات يعني بدلت الشوشه تاعها، كنت درتها اون روز ما عجبتنيش باسكو الاذنين بالدوري العين بالدوري، درتها بالجون. دوكا نولي الشعر تاعها. شوفوا الاذنين براسي هكذا، ونحبط البنات
شوفوا طاسي شغل اون بوينت، شغل شعرها جاي هكذايا. نحاول نعمرهم. يونيكورن معروفة بالألوان. شوفوا البنات كيش جات يونيكورن. فوالا درت لي توغ لتحتها. دوكا نحاول نعمر الفراغات. الله هذه الألوان تاع يونيكورن. هذه هي يونيكورن. فوالا شوفوا البنات العينين راني درتهم باسكو بزاف في لي بوبس كيك قالوا لي علاش ما خدمتيلهاش العينين. انا حبيت نموديفي ندير الالوان للدراري بزاف. هذيك العينين درت لها بالعقاش وهذه باتاسي. دوكا نقولوا لا ديكوراسيون تاع العقاش البنات. عندي الوان مختلفه نسين في شاك كولور ما نديرش نفس العقاش. باغ اكزومبل جون ندير الغوز. فهمتوا البنات توجور العقاش جون يجي كيما باش يبان. فوالا نبي تحريكه من العقاش. باغ اكزومبل في الغوز ندير الموف. شوفوا الالوان كاش تجي. لازم الدقة و لا باسيونس. ديما نقولكم حب المهنة هذا هو. في البلو حندير الفيغ. عملت البنات الديكور تاع العقاش. شوفوا من الاركاش طراسيد باش ما تقعدش فارغه. فوالا هذه هي لاير كيك يونيكورن. دوكا بلا بوش حنغطي اللوحه هديه باش نكتب هابي بيرث داي. فوالا سباتول ولا موس. نحاول ليسي لا شونتيي تور لو تور باش نكتب الاسم. اسم طويل باسكو هاد لا باتيسري تاع توام نور وهبه. سي بور سا قررت ندير الاسم تور لو تور. فوالا راني نكتب الاسم. شوفوا بدوري ميتاليك جو شابين. راني نكتب لو كونترير هابي بيرثديت بالعكس باش تكفيني لا 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 البلاصه. وهكذا انتهي من لاير كيك يونيكورن. شوفوا كاش جات. ان شاء الله البنات تبعتوا الخطوات وتبعتوني كيفاش درت القرن والاذنين. تفرحوا البنيات ديالكم. فوالا كتبت هابي بيرثداي هبه اينور. هاد هبه اينور توام قفلوا 6 سنين. قبل ما تنساو البنات ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناة ديالكم وبكم استمر. سلام البنات.